بسم الله، شوف مع بعض موضوع الليارات في برنامج مايكرو ستيشن. دلوقتي لو انا عندي برسمت سمارت لاين، هو بياخد اللير اللي موجود دلوقتي، تمام؟ فانا هرسم لير عادي اهوت. عايز ارسم حاجة تانية على لير تاني مختلف، هاجي هنا على لير مانجر، اقول له اعمل لي لير جديدة، سمي لي دي مثلا قول، واديها اللير وليكن ده مثلا الاخضر، وهنا ادي لي شكل الخط نفسه هيبقى مقطع مثلا، والسمك بتاعه بالشكل دوت، تمام. وممكن نعمل لير تانية ونسميها اسم مثلا دور، مجرد بس نفهم الفكرة، وادي له مثلا اللير الريد، وادي له الشكل مثلا دوت، والتخانة اخليها 9 واقفل الشكل. طيب انا دلوقتي لما هاجي ارسم سمارت لاين تاني، هقول له انا عايز ارسم على طبقة الوول، اوتوماتيك هو خد اللون دوت، اللون بتاع اللير، هبدأ ارسم الاقي يترسم معايا بالشكل دوت، تمام. ممكن ارسم هقول له وول برضو، واختار لون تاني واختار شكل تاني، واقول لكم مثلا خط السنتر، واقول له مثلا انا عايز السمك بتاعه مختلف، وابدأ ارسم. بس هو موجود على اللير اللي اسمها وول، بس ما خدش الحاجات الافتراضيه بتاعتها، تمام. ممكن اقول له مثلا سيركل، وابدا اقول له انا عايز على دور مثلا، دور اروح ارسم السيركل بتاعتي هنا، ماشي. دي بولجن، تمام، شكل سداسي او سباعي. لو انا خليتها مثلا 80 مثلا هتبقى قريبه من الدائره، بس هي مش دائره، انت كل ما تقرب هتلاقيها عباره عن خطوط 80 خط مع بعض، فعشان كده باين شكلها كأنها دايرة، تمام. طيب دلوقتي ايه الفايدة برضو؟ انا ممكن اجي من هنا اقول له انا عايز ما اشوفش اللير ديت، فيخفي لي كل العناصر الموجودة على اللير ديت، تمام. طيب ليه الدور دي مختفتش؟ لان هي دي الحالية، هي دي اللي هرسم عليها حاليا، انما قدرت في دول. طيب انا لو جيت هنا، تمام، واظهرت دول وغيرتها، قلت له لا انا عايز ابقى على الديفولت. دلوقتي انا اقدر اخفي الدور واخفي الول، لان انا اللاير اللي انا شغال عليها هي دي اللي ما ينفعش ننط فيها دلوقتي، تمام. دلوقتي انا اقدر ارسم على الديفولت بتاعتي، وممكن اغيرها اقول له باي لاير، يعني ارسم لي باي لاير، مالكش دعوه بالالوان الموجوده، وده برضو باي لاير. لما اخلص خالص اروح دايس كليك يمين فاخرج من الصورة. عايز اظهرهم تاني، اجي هنا واظهر الحاجات زي ما انا عايز.